من سلمى دايما يعني مشروعات التخرج فيها جانب بحثي، هل مثلا عملتوا برضو من ضمن الابحاث بتاعتكم شفتوا المعدل بتاعنا قد ايه، نسب الطلاق في مصر وصلت لايه؟ طبعا هو ده اللي احنا عملنا ريسيرش في الاول، وعملنا سيرفيز ووزعناها على اعداد كبير، وطلع لنا ان يعني تقريبا النسبه 60% من المجتمع المصري عندهم المشكله دي. متطلقين؟ يعني دي اصلا اول حاجه، عشان كده عملنا المشروع ده اللي لفت نظرنا ان احنا نركز عليه. يعني نسبه كبيره قوي قوي في مصر، 60% ده رقم كبير جدا. المشكله عند مين؟ عند الرجاله طبعا. المشكله عند مين؟ طبعا طبعا انا الوحيد اللي قاعد في وسطيهم، مستحيل هكسب. عند الرجاله ولا مش عند الرجاله؟ مش هقول. لا قولي يعني، قولوا لنا قولوا لنا الاسباب اللي انتوا وصلتوا لها في الاخر. ايه اكتر اسباب الطلاق في مصر؟ اكتر اسباب ضرب، الخيانه اكيد من الرجاله. ايوه انت الاكتر كان الرجاله. الضرب، الخيانه، عدم تحمل الرجل المسؤوليه، ان الست دلوقتي هي طبعًا اللي شايله هي كل شايلة حاجه. كل حاجه صح. دول اكتر ثلاث اسباب كانوا بيتكرروا، واكثرهم عدم اهتمام الراجل بالبيت، او ان الراجل مش موجود، هي اللي شايله كل حاجه. فالاكتر رجاله، مع ان احنا السيرفيت بالظبط نص ستات ونص رجاله، يعني عشان ما نبقاش. طب الرجاله هل قالوا اسباب مختلفه؟ اسباب اسباب عاديه جدا بالنسبه لهم طبعا. لا اسباب بجد ما تسيبنيش العب في اس. لا يعني خليكم حقانيين. لا بجد والله، هم عاملين مشروعهم يعني، هيكتبوا في مشروعهم. يعني ايه مشكلتهم؟ اسباب الرجاله ان الست مش بتهتم بالبيت قوي، ان الست هي اللي مسؤوله عن كل حاجه ليها علاقه بالاطفال. فهو متضايق؟ لا المفروض ان دي حاجه تبسطه. ايه الاسباب اللي الراجل عشان يطلق؟ يعني الست مش مهتميه مثلا بالراجل، مش مديله قدر الاهتمام الكبير والكافي. ده كان الكومن بين كل الرجاله، ده السبب اللي الرجاله كلها قالته. بس الستات الاسباب التانية كلها واقعيه وكلها شايفينها في الحقيقه. محدش يتحملها طبعا. يعني اكيد بالظبط.